الناس. بنت ابو عبده الويناتي هربت من بيت اهلها، بتعرفوا شو معنى هذا الحكي؟ والله يا عقيد ما بعرف، ما عاد وعينا على حالنا. العقيد معه حق يا ابو صفوان، الله يصلحكم. يعني لو كنتوا انتوا قلتوا لي كنت انا ما خليتكم تحكوا لحدا. انتوا جبرتوها على هالجوازه مو هيك؟ لا والله يا عقيد، هي لحالها وافقت. هي وافقت لحالها؟ المهم لازم هلا نلحق ندور عليها قبل ما تبعد. عبدو تاخذ فرس المرحوم ابوك بتروح ناحية الشرق من طريق الشيخ رسلان. وانت صفوان؟ لا عقيد، انا بروح على رجلي اسرع. وانا بتروح من ناحية الشاغور. وانا الحنادي للطفي ونروح ناحية كفر سوسي. وانا؟ لا خليكم مع الحريم. المهم اللي بيلاقيها ما بيحكي معه ولا كلمة، واللي بيحاكيها كلمة انا خصيمه. خذوه مطلع. رويدة! رويدة! أكيد الحربة ما كان بدها تتجوز وأنتوا جبرتوها. الله وكيلك يا عقيد، ما جبرناها وما لنا دخل بهالقصة منوب. لك ليش هربت؟ أبصر. شو هي أبصر؟ هي الكلمة ما بدي اسمعها منكم بنوب. يا أبو صفوان، العقيد الحق معه بكلامه. هي كلمة أبصر بتتفسر لميت معنى ومعنى. شلون يعني؟ يعني المخلوقة طاهرة وعفيفة وشريفة، وهي الكلمة بتخلي الناس يجيبوا معدلة مشكل ملون. مو هيك ابو محجوب؟ لك بس انا مو هاد قصدي. نهايته هي القصة ما بدي حدا يدري فيها ابنه. ايوه، وبركي هي الحرمة ما رجعي، يعني الناس ما حتدري فيها. نحن رح ندور عليها بالليل والنهار، وان شاء الله منلاقيها قبل ما حدا يدري من اهل الحارة. يا جماعة انا ابني لهلا ما اجا. هنيك جنب الطريق. مين انت يا بنتي؟ احكي يا بنتي شو قصتك؟ تعي يا بنتي، تعي معنا. تعوا يا اخواتي خدوها. شو قصتك يا بنتي؟ أنا هربانة من الموت. منقدر نحميكي يا بنتي. تفضل يا أخي تفضل. يا أخت هنا. نعم أبو. بتطلعي الأخت لعندك على الغرفة بدخلوا لها سرير او بتخصصوا لها غرفه لحالها. بدي اياها تكون مرتاحه وما بدي حدا يزعجها بنوم. امرك ابونا، كتر خيرك. تفضل. وين يا اختي؟ بالشام. شو قصتك؟ شو ما لك اهل؟ بس يا جماعه اختكم تعبانه ولازم ترتاح، اتركوها. ايه اختي، بتحبي تقعدي لحالك بالغرفة ولا تقعدي معي؟ إذا ما بتتضايقي بحب إني أقعد لحالي. أهلا وسهلا فيكي، وشو ما بدك بس خبريني. كتر خيرك. كله من خير يسوع. مين يسوع؟ السيد المسيح عليه الصلاة والسلام. بتآمني فيه؟ لكن شلون؟
بآمن فيه مثل ما بآمن بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. صحيح أنت شو اسمك؟ أنا عليا. العذرة تحميك يا عليا. لكن ليش هربت؟ والله أعلم، ما بعرف. هلا أنا اللي بعرفه إنه هي ما بتطيق صفوان. وأنا بعرف هيك شيء، مشان هيك سألتها إذا كانت موافقة عليه ولا لا. شو قالت لها؟ قالت لي موافقة. العمى غريبة هالقصة. أنتوا عم تدوروا عليها؟ لك شو عم ندور عليه؟ قلبنا حارات الشام وتضيع اللي حوالين الشام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. معقولة تكون هربت مع حدا مثل ما عم تقول مرت عمي مصفوان؟ يا باطل على مصيبة. أنا بفضلوا علي أبو خيره؟ مين هو أبو خيره اللي يفضلوا علي وحطوا مختار مين؟ يا مين؟ أنت بس فهمني، يعني أنت إلك عين بالمخترة؟ لك يا ابني يا صفوان، هاي القصة كلها مو خاطرة على بالي بنوب، بس والله شغلي بتنزل بدل. هذا كله من ظهرك أبو لطفي، مشان تعرف أخواتك وجوازهم على حقيقتهم. شو بقول صهري ابو لطفي؟ والله زلمه منيح. قال منيح يا لطيف. شو منيح؟ منيح لا مو منيح، مو منيح منام. لا تشلح حدا من رجله. مزبوط يا بي، يعني ابو لطفي لو كان منيح مثل ما عم بتحكي كان سعالك بالمقتره. ايه هي سعالي بالعضويه، يكتر خيره. ذاتا لو لقوا عضو غيرك يحطوا ما كانوا حطوا. ايه لا لا ما بظن. لا يا بي ظن امي عم تحكي مزبوط. لكن ما بتتذكر وقت اللي حطوا محمد السكافي بدل أبو عارف وما حطوه؟ بلا بتذكر. الله بس هيك منيح على كل حال، عضو أحسن من بلاها. يا بي خلاص أنا بدي أسعلك بالمخترة. أنت؟ إيه أنا. شو مالي معبي عينك؟ لك ابني مو قصة مانك معبي عيني، القصة بدها موافقة العضلات بالأول بعدين الداخلية، يعني شغلة مو سهلة بنوب. أبو صفوان المخترة بتاخذها من هالشوارب. شو؟ ليش عم تضحك يا بي؟ ما في شيء ما في شيء. انت طول عمرك هيك ما بتعمل ادرويمه لابنها. انا جيناكم يا اهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا شجار.